مرحبا بكم أصدقائي الأطفال وكل مشاهدين الكرام في كل مكان وكل متتبعي حصة عمو يزيد التربوية والتعليمية والتثقيفية. معكم صديقكم القرد حسون. بمناسبة إحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب، أتقدم إليكم أصدقائي الأطفال بأحر التهاني وإلى كل الشعب الجزائري بهذه المناسبة السعيدة والتاريخية، ونسأل الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب الجزائر نعمة الأمان والحرية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر حرة مستقلة. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.